الأسبوع اللي فات خديناكم للويدان وعشنا أوقات جميلة مع عائلة الحدادي واستمتعنا بالمناظر الجميلة ديال جبال الأطلس. جولتنا وسط جبال الأطلس الكبير لازالت مستمرة وغادي ناخدكم في هذه الحلقة لشلالات أزود. تقع شلالات أزود في قرية تنجميل تتبع لجهة تدلى أزلال. مياه واد أزود كتشكل من ثلاثة ديال المنابع اللي كتصب في واد العبيد. كتميز منطقة أزود بمناخ صحي وثروات طبيعية متنوعة غنية بأشجار الزيتون. الغطاء النباتي ديال المنطقة كيضم مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية، الشيء اللي كيصنف عسل المنطقة من بين أجود أصناف العسل في البلاد. المنطقة معروفة بالعديد من المواقع السياحية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية الخلابة، حيث كيخترقها عدد كبير من الوديان والعيون. وصلنا لأزود في الصباح بكري، باقي كل شيء ساد إلا المخبزات، وهذه فرصة نمشي ونشريو الخبز وفي نفس الوقت ناخذ فكرة على طريقتهم في تحضير الخبز اللي كيمزج ما بين التقليدي والعصري. راك فايق بكري اليوم؟ فايق شويه ياك. حنا خرجنا قبيله لقيناه هنايا في أزود مع الصونس ديال الصباح، باقي كلشي ساد. فاش كتبدا توجد انت؟ كنخش ديك 5 ونص. 5 ونص كتبدا؟ 5 ونص الصباح. ايوا الناس ما تتعطلوا في الفطور واقيلا. لا ما كيخرجش بكري على حساب المنطقه، ما البرد شويه البرد وما كاينش لا بيت. شنو كدير؟ راك درتي الدقيق سكي عليا الخميره وشويه، قالوا لنا حنا الخبز ديالك بعدا كاينه بحال الفرما، بحال الخبز فيه الفرما. خبز بلدي. خبز بلدي. كدير معاه شويه ديال السميده. شويه السميده وشويه الملحه. ياك؟ هذيك السميده باش تعطي الحموريه والحلاوه ولا شنو؟ على حسب الطيبه، كيبقى الخبز رطب وكيجي محمر مزيان. وكيجي محمر. حنا غادي ناخذو من عندك ان شاء الله شي خبيزات. باش غادي نهبطو نمشيو نصيبو هذا الطاجين، سمحت مازال الناس ما حلينش، حنا غادي نمشيو خصيصا باش نصيبو الطاجين وجينا ناخذو من عندك شويه ديال الخبز، ولكن ما فيها باس نخليكم تشوفوا الطريقه كيفاش كيعجن سعد الكريم وانا غناخذ الخبز ونمشي. الله يعاون سعد الكريم. الله يعطيك الصحه. حتى العشيه ونعاود نرجع عندك. الحمد لله. مرحبا. سلامه. بعد ما تقديت الخبز خديت أسرع وسيلة نقل باش نمشيو للشلال. المحلات والمقاهي المحيطة بالشلالات عاد كيفتحوا وكيستعدوا لاستقبال الزوار. مشاهدينا ومرحبا بكم. اكيد كتشوفوا هذه الصوره اللي ورايا عارفيننا فين. حنا بطبيعه الحال حدا شلالات أزود، هذه المنطقه السياحيه الجميله اللي الكل كيعرفها وتيحبها. حنا غادي ندوزوا اليوم النهار هنايا، غادي نساريوكم في هذه البلاد، غادي نشوفوا الناس اللي كاينين هنايا اللي كيصيبوا طويجنات، غادي نشوفوا كذلك العائلات ديال المنطقه كيفاش كيعيشوا. اكيد النهار غادي يكون ممتع، ولا بقى لنا الوقت نباتوا معاهم علاش لا، خليكم معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. كي دايرين؟ كلشي بخير. لاباس؟ الله يلا برنامج الى زوين بالله. الله يزين ليا. بون كوراج وما يكون غير خير. التوفيق. التوفيق السام. التوفيق السام اسيدي. التوفيق. في طريقنا توقفنا عند السيده نعيمه تتوجد في الطويجنات ديال الغداء، استقبلتنا وفرحات بينا وبغات تقسم معنا سر المذاق اللذيذ ديال طويجناتها. بدات تتوجد. وهادي شنو هي التخليطه؟ هاد التخليطه فيها العطريه كامله، كندير القرفه، كندير سكنجبي، كندير شويه البزار، كندير صفيفره،
وكنخلطو كامل وكنبقى نهز الزمان مابقاش حيت مع الطواجن بزاف ما تنقدرش تبقى شويه خصني ندير بزاف الخطره. تبارك الله عليك. وبعدا كاينه راكم نشيطات كلشي فاير الحمد لله الدنيا نقيه وبلادنا راه بلا السياحه خص ضروري تفيق الواحد ينوض بكري باش يلاه يخدم من طبيعه الحال خصنا نوض بكري. ولكن كاينه البلاصه هكا اللي كيكونوا خدامين فيها النساء كتكون واقيله عندها واحد اللمسه خاصه. انا شفت المنيدلات هما اللي فاش كنت دايزه بانوا لي المنيدلات ضروري ضروري خصي يلد لي ناب ودير سميتو تباصل ودير الكيسان حيت ما درتيش انت تصيبهم بيدك. لا الدري اللي معايا كيصاوب داكشي ضروري وانا اللي صاوبتهم بيدي. انت اللي طرزتيهم والله يعطيك الصحه نخليك تكملي الطوجينات ديالك انا نشوف كاش كديري. واخا لحظه عملت اللحم مع زيت الزيتون وتخليط التوابل ديال الطاجين. غطات اللحم بالبصله بزاف ديال البصله وقيل هذا هو السر اللذه ديال طويجناتها. كتزيد عليه خيزو البطاطا مع مطيشه الدنجال والفلفله باش يجي على شكل لوحه كتجمع كاع الالوان اللي كتعكس جماليه المنطقه. الله يعطيك الصحة لا نعيمة. ربي يخليك لالا. دوزنا معك وقت زوين وشفنا الطويجنة ديالك كيفاش كتوجدوا. مرحبا بكم في بلادنا. نعم. مرحبا في بلاد الزدور بلاد السياحة. وكنشرفوا بكم مرحبا بكم في بلادنا. الله يعطيك الصحة. وهذه هي الطريقة باش كنصوبوا الطاجين في الزود. الله يعطيك الصحة. خلينا لالا نعيمة وتمنينا لها التوفيق وخلينا تكمل طويجناتها لأنه النهار تبعها طويل. طبيعة وجو المكان والريحة ديال الطويجنات كيفتحوا الشهية وكيخليو الزوار دغيا كيحسوا بالجوع. الطويجنات المعروضة في المطاعم كتشابه في المنظر ولكن مختلفة أكيد في المذاق لأن كل واحد عنده طريقته الخاصة في تحضير الطاجين. ولالا مليكة غادي توري لنا طريقتها. حنا جينا هنا عند لمليكة جهة الشلال هي عندها هنايا واحد القهوة كتقصها الطويجنات وكتقدم لنا الطويجين من داك الطويجنات اللي كدير. مرحبا بك لمليكة. لالا هذا الحين اللي غادي ديال المعزي ديال المعزي واخا لالا انا غادي نعريه لانه كاينه الماء ديال الشلال ديال الشلال تيرش بحال الشتا. يلا بسم الله نشوفوا كيفاش ما كديري لي. كدير اللحم ديال المعزي مع توابل الطاجين وزيت الزيتون ديال البلاد القزبر والمعنوس وبحال ديما البصله ولكن بزاف ديال البصله. هي راها غادي تطلق الماء وفي نفس الوقت غادي تلدد لينا الطاجين. كتستفخي الزو وكتضيف عليه البطاطا. مطيشه دابا صافي ونقفلو عليه. الزيتون كديروا الزيتون مشرمل ولا غير حيت دابا بغيتي تدير هذا؟ بغيت سميتو تندير الزيتون. الزيتون شويه ديال الزيتون خضر غتزيدي ربع ولا صافي؟ نزيد واحد الشويه وغادي تزيدي شويه ديال التبزيره من فوق؟ نعم. الشكل ديال الهرم في الطاجين شي حاجه مهمه منين تكونوا كتصيبوا فيه خاص يكون عنده بحال هكذا هذيك الفورمه ديال البيراميد. غادي نكملوا بشويه ديال القزبر ومعدنوس صافي وكتعاود تزيد له شويه ديال التبزيره وتخليه يطيب. شحال تقريبا الوقت تخليه يطيب؟ ساعه. لا ساعه ديال الوقت. ساعه ديال الوقت على حسب. تبارك الله عليك. انا راه جبت الخبيزات ديالي راه ما منزلين غنتسنى الطاجين حتى يطيب باش ندوق ونشوفوا كيف جا. الله يعطيك الصحه. الطاجين اللي وجدت لينا لاله مليكه ها هو طاب. ايوا ها نتوما بصحتكم ومرحبا بكم في أزود.
خليت شلالات وزود وطلعت لدوار تزروت عند لالة ملكة وستي الحسن فين عندي موعد مع بديعة. السلام عليكم. 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 الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نهار كبير هذا. كيدايره لاباس؟ كيدايره مع الصحه؟ مرحبا بك. مرحبا. بارك الله فيك. راه واجدك الطعام وداكشي اللي غادي نوجدو ان شاء الله. ان شاء الله. اش كدير الملكه؟ راه طيره تعجن. راه تتعجن الخبز اللي غنطيبو في الفران ديال رامي وجبد، وان شاء الله غنوريكم حنا ان شاء الله كسكسو ديال البلاد وداكشي الماكله ديال التقليديه ديال عندنا حنا ديال البلاد. ديال هاد البلاصه هادي حنا دابا فين؟ اشنو سميتها؟ تزروت. دوار تزروت. تزروت؟ شنو هي يعني جا فوق من أوزوت ولا تحت؟ فوق من أوزوت. هاكاك. شلال جال تحت. هنا جات الدنيا زوينة بزاف وكنحسو بالهواء نقي. هجيتي الفوق هنا يا. أيه. يوا لالا تبارك الله عليك. كنشكركم بعدا على الضيافة. شكرا بزاف ومن اختاريتينا تبارك الله عليك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أنا غادي نمشي نعاون لمالكة. واخا. ونخليك أنت توجدي. إن شاء الله. هذا الطعام اللي غادي ندوزو. واخا. واخا. مرحبا. نجلس حداك لمالكة. الله جلسة بنتي. جلسة مرحبا بكم. خليت لالا ملكة كتعجن الخبز ومشيت نعاونها غادي نشعل ليها الفران لانه خاصو يكون سخون مزيان باش بمجرد ما كيديروا فيه الخبز كيطيب بسرعه بلا ما كيقفلوا عليه وكيخرجوه. داكشي علاش ظهر ليا كيسميوه رمي وجبد. غنخليك تكملي الخبزه لالا ملكة وغادي نمشي نخلط على بديعة. واخا واخا. بديعة لقيناك موجوده كاع المقادير ديال الغداء، شنو غادي تصيبي لنا في الغداء؟ نصيب لكم البلبوله بالكرداس وبالجبانه اليابسه. كتجي بحال البصاره. كتجي بحال البصاره وتسقيو بها الطعام. تسقي بها الطعام من الفوق. وكديروها غير بجلبانه بوحدها ولا؟ لا تقدروا نديروها بالفول، تقدروا نديروها بالعدس. العدس خصو يتهرس ماشي يبقى هكذا بحال التهرمشي، وتتحيدي ليه القشره وتيطيب بحال هكا بحال جلبانه. كيكون العدس حتى الخشه. حتى الخشه تيكون مفرك محيدين ليه داك القشره الفوقانيه. حيت هنايا كتستعملوا بزاف القطنيه. اييه. كديروها في الحريره وكديروها عاود لي على داك الحريره، لان حتى العدس الا هرمشتي هكا كطحنيه دقيق وكديريه حتى هو يا حريره. العدس تقدر ديري العدس، تقدر ديري كيكر. الكيكر حتى هو كيجي في الحريره. حنا نبقاو من بعد غادي نشوفوا يمكن وصفات اخرى هنايا في المنطقه، ولكن بغيت نشوف كيفاش كتقدي هذا الاكل. على العين بسم الله. دابا غادي دابا البلبله هنا موجوده، غادي نفزكوها بالماء. اييه. وغادي نخليوها واحد 5 دقائق. اييه. عاد باش نديروها طيب. بسم الله. كتغسليها تحيدي ليها داك الصفا وداك الشيء ولا غير كتفزقيها عادي؟ لا ديجا موجوده. نعم. تديرها بحال الشكل ديال الكسكسو. وبالنسبه لهاد الكرداس باش معمر؟ معمر فيه الشحمه وفيه شويه من ديال الريه وشويه من العنق وملحه وصافي وميبس. والملحه وتيبسيه. كاين اللي تيدير فيه العطريه تيدير بحال الشكل ديال الخلع. نعم. كاين اللي تيديرو بالملحه. غير بالملحه عادي. وحنا غالبا هنا تيستعملو تيصيبو تيوجدو تيخليو حتى العاشور. باش كيتستعمل في عاشور؟ عاشور تيستعملو الكرداس هنايا. هذاك الكرداس يبات مرطب. درناه رطبناه من البارح. ملكه عافاك ما تي كرداسين هذا رطبه الصنت.
لاباس عليك راها موجده موجده من البارح حيت راه يجي مالح بزاف الا ما رطبتش يجي مالح نعم دابا غادي نلوح الكرداس كتزيد بادي على البصله مطيشه الربع جلبانه الزيت والعطريه ديال السكسو والبلبوله بطبيعه الحال راها كتفور وكطيب حتى كتنضج دابا مازال قدامه واحد الساعه هكاك ولا ساعه ونص عادي وجد هي ساعه ونص بحال هكاك صافي غادي نخليك تكمليه نرجع عندك مع 12 للغدا ان شاء الله مرحبا شي نخرج نتسارى شي شويه ولكن راه العيشه قالت لي ضروري ندوز عند الدار داكشي اللي قالت لي انا راه موجده لي كنتسنى فيك موجده لينا حتى هي شي شيوه موجده واحد الحريره ديال كيكر اياه ديال البلاد اللي حتى هو بحال القطنيه يعني تدير بحال العدس بحال القطنيه واخا حنا غادي نشوفوه دابا غادي نمشيو لعندها ايوا خليناك على خير ونرجعوا انا ولا عيشه باش ونجر معايا لا مليكه حتى هي نجيو نتغداو عندك ان شاء الله الله يعاونك يلا بسلامه بسلامه عائشة نعم السلام عليكم وعليكم السلام كي درتي لاباس صافي خليك تبارك الله عليك موجوده كلشي بغيت ندير الحريره ديال الكيكر هو هذا كيكر اللي كتصيبي فيه هذا هو كيكر قالت لي قبيله بديعه كتستعملوه بزاف هنا في الماكله كنستعملوه بزاف اللي كيستعملوا حتى في رمضان كيشربوا حتى في رمضان الحريره في رمضان يكون البرد هكا كيديروها بزاف في الصباح وقت البرد حيت هو سخون شويه وكيفاش كيفاش كتوجدوا حيت هو كيكون هكا مكركب شويه بحال مربع داير بحال الشكل ديال العدس ولكن نتوما كتستعملوا هكذا بحال الدقيق بحال الدقيق حيت كنرفدوها في هذاك اصلي حنا كنقولوا اسلف الحياه اييه وكنطحنوا في الرحام وعاد كنغربلوه وكندير ليها بحال هكا باش يتنقى وعاد كنطحن عاوتاني فرحة باش كيولي الدقيق كيولي الدقيق عاد كنصوبو بها الحريرة هكاك ولكن هو قلتي راه تيتقلى كتقليوه من قبل تيتقلى وعاد باش كيتهرش يتهرمش حيد له القشرة وكيولي تطحن بحال هكا باش كيولي الدقيق وتا العدس كديرو له نفس الحاجة نفس الحاجة غير العدس ما كتقليوهش لا ما كنقليوهش واخا لا يلا بسم الله حنا هو عندنا كيكر واجد نشوفوا الحريره اللي كديروا بهاد القطنيه هادي بسم الله باش غتبداي بسم الله كندير مطيشه البصله كندير شويه د الربيع كزبر المعدنوس بسم الله كندير شويه د العدس كندير الملحه شويه د سكنجبير خرقوم الكمون والبزار الزيت البلديه دابا ملي تطيب كدوريها ب كندورها ب بالدقيق الدقيق ديال الكيكه واخا بسم الله شحال كديري الماء هو الاول كندير الماء هو الاول باش ما يسخنينا في هاد السلافه بسم الله كيكون دابا العدس طاب عاد كان يدار فيه التدويره ديال الكيكر غادي تجمعوه وتخليه بحال الحسوه ياك تقلو شي شويه عاد كان وكيتحط غير بوحدو ولا نديرو معاه الزيت البلديه لا كيتحط غير بوحدو تبارك الله عليك كيطيب وحنا غادي نخليوه هكذا حتى كيطيب وغادي نمشيو نرجعو عند بديعه شتي عرفتي شنو وجدات لنا راه قالت لك اكيد عرفتي شنو وجدات لنا
وجدتنا الطعام. اه تمشي معايا؟ واخا. ايه يلا. بدعة سقت البلبولة بالمرقة ديال الجلبانة يابسة والكرداس. البنة ديال هاد الطبق من ألد ما يكون، وكنظن أن هذا عنده علاقة بالماء العذب ديال البلاد. من بعد الغداء خرجت نتمشى في الجنانات ديال الزيتون، وتلاقيت مع العيالات ديال الدوار كيجنيو. مشيت نعاونهم وفي نفس الوقت نستغل الفرصة باش نسولهم شنو كيديروا به. دابا هذا تنحيدو دابا من الشجرة. إيه. وتنحيدو له العظم. إيه. أنا اللو تاني تنديرو به المشخوق. لا بيدو ديال الطاجين. لا تاني يرتو تاني بالحجرة تياكلو به الخبز. ونديرو له الملحة. العظم بالماكينة. بالماكينة. كتحيدو له العظم بالماكينة. بالماكينة. بحال كان معسوبات الثومة. إيه. بحال هاديك. باش نحيدو له العظم. ودابا من وقيته تتخرجوا تجنيو في الصباح ولا في العشيه؟ في الصباح. الصباح حتى الصباح حتى العشيه. تبارك الله عليكم. وهذا الاخر اللي راه تامر شنو كتسميوه؟ داك اللي كحل باقي في الشجره كحل. الزيتون. داك الزيتون. الزيتون الكحل. تنصوبوا به ثاني هذاك ثاني بحال دابا داك الزيتون الكحل بحال تنقولوا حنايا مطمر بالشلحه. اش تقول له؟ تنقولوا حنايا مطمر بالشلحه. مطمر. اه. مطمر. مطمر بالشلحه. مطمر. حيت تامر. اه. حيت تامر طايب مزيان. ايه طايب هو ماشي خضر. ايه. هكاك. تنديروا في الخنشه ونعصروا في الحجر. كديروا في الخنجه وكتقلوا عليه بالحجره. بالحجره تايطيبو تنديروا ليه الملحه. يمشي منه داك الماء ديال المرجان. ايوه. وكديروا له الملحه من بعد. ايوه. هو مزيان. تتغسليه وتتحطيه في الطباش اللي بغا ياكل مرحبا به. ايوا هادشي راه زوين حيت هاد الزيتون هكا ديالو لقيته ديالو. ومنين كتقادوه دابا في لقيته ديالو كتستافدوا منه في هاد البرد. ديروا منه طويجنات تنزلوا مع البصاره مثلا. كلشي. والحويجات بحال هكا الا جاو عندكم شي ضياف بحالي. مرحبا بكم. الله يبارك فيكم ونتعاون معاكم ونكمل معاكم الجنان ونمشي معاكم ناخذ واحد شويه ديال التاي. واخا مرحبا بكم. يلا سالعين. يلا بالي نجمعوا شي شويه. دوزت العشية كاملة في الجنان ونسيت راسي. خليت الناس كيتسناو فينا على العشاء. الحريرة حامضة بالعدس مدورة بالدقيق ديال الكيكر اللي وجدت لينا عيشة جارت بادعة لذيذة بزاف. عجب خرجو هنا؟ عجب كلشي هنا؟ هنا كان الجو زوين من كتهبط للشلال في أزود لتحت، يعني واخا كتكون معيان ولا كتكون خاطرك ماشي وهذاك، كتبقى تسمع هذاك الماء كيهبط بالجد كيخليك تحس بواحد الراحة هكا يعني مزيان. من بعد الطبيعة الزوينة الهواء الثرمية مزيان. خلاص جينا لهنا. اللي عجبني بزاف هما الناس. طبيعة أكيد زوينة ولكن الناس أجمل اللي نقولوا. ما كتعرفي البلاصة كتكون زينة بماليها. شكرا بزاف. وكذلك كاع داك الحوايج اللي شفت كيفاش كتعيشوا، كيفاش الحياة صعيبة. الحياة صعيبة والعيالات هنا تخدموا بزاف بزاف بزاف. ماشي معناته الرجال ما كيخدموش، حتى هما كيخدموا، ولكن العيالات تبارك الله نشيطات وكيخدموا بزاف. فعلا. وصافي هادشي اللي كاين. كان نهار زوين. مزيان حنا نكملوا العشاء ديالنا ديال الحريرة. يلاه ترتاحي راك تكون عييتي. بارك الله فيك. شكرا. فقنا في الصباح بكري باش نكملوا جولتنا في الاطلس الكبير، وكيف ديما ما كنسخاوش نودعوا الناس اللي استقبلونا وقضينا معاهم اوقات ممتعه. تقاسموا معنا وبكل كرم داكشي اللي عندهم.
على هذا الفطور هذا غادي نودع لمليكه وسي الحسين والبديعه تنشكرهم بزاف ونودعكم حتى نتوما ونشكركم على حسن التتبع وان شاء الله نتلاقاو فرصه اخرى باذن الله في منطقه اخرى الى اللقاء ان شاء الله طاقم شهيوات بلادي كيودعكم وكيعطيكم موعد الأسبوع القادم بإذن الله.